شادينا كعادتنا في صباح الخير يا مصر، بتكون أولى فقراتنا مع حضراتكم هي أهم وآخر الأخبار اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع تابع فيه الجهود اللي بيقوم بها الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في القطاع. أكد سيادة الرئيس استمرار جهود الدولة المصرية المكثفة لتقديم وإيصال الدعم الإنساني لأهلنا في قطاع غزة، مشيدا بالدور اللي بيقوم به الهلال الأحمر المصري في هذا الشأن. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات وعلى رأسها المساعدات الإغاثية لغزة، حيث اطلع السيد الرئيس على الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع. وأكد السيد الرئيس في هذا الإطار استمرار جهود مصر المكثفة لتقديم وإيصال الدعم الإنساني لأهالي القطاع، مشيدا بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في هذا الشأن. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى دور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة تقديم وتعزيز الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، مؤكدا عمق التقدير والاحترام الذي يكنه الشعب المصري لأبنائه الأوفياء الذين قدموا أعظم التضحيات من أجل أمن مصر وسلامة شعبها. وتناول الاجتماع كذلك متابعة الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة الخدمات الموجهة للسيدات ذوات الاحتياجات الخاصة، وكذا متابعة نشاط الصندوق القومي للقادرين باختلاف. ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات الموجهة للفئات المستحقة خاصة السيدات، وتيسير الإجراءات الهادفة لتحسين جودة حياتهن بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس عبر تقنية الفيديو كونفرنس، واللي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة. قال سيادة الرئيس انه في كلمته ان الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء في قطاع غزة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية وتجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في القطاع. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة بريكس والدول المدعوة للانضمام التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط خاصة الأوضاع في قطاع غزة. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة خلال القمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا الرئيس الحالي لتجمع البريكس، أصحاب الفخامة قادة الدول تجمع البريكس، أود في البداية تثمين الدعوة إلى هذا الاجتماع المهم، كما أعرب عن خالص تقديري لقرار قمة البريكس بجوهانسبرغ بدعوة مصر للانضمام إلى التجمع، وهي الدعوة التي أؤكد ترحيب بلادي بها، معربا عن ثقتي فأن ذلك سيتيح لنا تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على أساس مبادئ التضامن والاحترام المتبادل واحترام القانون الدولي. إن قمتنا هذه تأتي في توقيت حرج يشهد فيه الفلسطينيون تصعيدا مستمرا في قطاع غزة والضفة الغربية، أودى بحياة الآلاف من المدنيين، ثلثيهم من النساء والأطفال، كما تعرض القطاع بأكمله إلى عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط من أجل التهجير القسري. وأتت هذه المشاهد الإنسانية القاسية لتكشف عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني. السادة أصحاب الفخامة، لقد رحبت مصر بالجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي دعا إلى التوصل العاجل إلى هدن وإنشاء ممرات إنسانية ممتدة في جميع أنحاء القطاع،
وتدعو مصر المجتمع الدولي في هذا الإطار للضغط على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من أجل الامتثال لتنفيذ هذا القرار. لقد عرضت مصر وأدانت قتل البدنيين من جميع الأطراف، وتدين في ذات الوقت وبأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وخاصة المستشفيات، وتؤكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية إنسانية وسياسية لإنقاذ المدنيين في غزة ووقف هذه الممارسات اللا إنسانية التي تجعل الحياة والمعيشة في غزة مستحيلة، مما يجبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم. السيدات والسادة، إن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث قامت بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وخصصت مطار العريش وميناء العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم. ولكن تتسبب الآليات الموضوعة من السلطات الإسرائيلية في تعطيل وصول المساعدات لمستحقيها، ومن ثم فإن ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها، وما يتطلب وقفة من المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة لإعاشة أهالي غزة. إن مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة، وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم سواء بشكل فردي أو جماعي، كما تقف مصر ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري داخل أو خارج غزة، خاصة وأن ترك الفلسطينيين لأرضهم مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما أن أطروحات إعادة احتلال إسرائيل للقطاع لا تزيد الموقف إلا تأزيما وتعقيدا، كما أن المجتمع الدولي يقف ثابتا كذلك أمام عنف غير مبرر من قبل المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومهما تشهد الضفة من اقتحامات عسكرية يومية من قبل الجيش الإسرائيلي، وهي كلها سياسات مرفوضة تسهم في إشعال المنطقة وزيادة مناطق التوتر بها. السيدات والسادة، إن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة، كما نشدد على ضرورة تسوية جذور الصراع والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. شكرا لحسن انتباهكم. كمان امبارح اعلن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لاسبوع اعادة الاعمار والتنمية بالاتحاد الافريقي تحت شعار نحو مستقبل افضل لافريقيا من خلال بناء السلام في الفترة من 22 ل 27 نوفمبر 2023. وقال كمان جمانة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيان له ان النسخة الثالثة لاسبوع اعادة الاعمار والتنمية تهدف إلى تسليط الضوء على الأولوية التي نوليها جميعاً لجهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا في وقت تموج فيه القارة بتحديات جسيمة ومعقدة، وفي ظل أجواء جيوسياسية واقتصادية عالمية يسودها الاستقطاب، ما يتعين معه تبني رؤية إفريقية شاملة لمجابهة تحديات السلم والأمن والتنمية. امبارح كمان أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع باهتمام بالغ مجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب الذي عبر خلاله عن ثوابت الدولة المصرية تجاه الأمن القومي المصري وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري ودولة وشعبا. وشدد الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها
في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أي محاولات لتصفيتها، داعين كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن. امبارح كمان كان في جلسة تاريخية في مجلس النواب لمناقشة إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين ودور مصر في دعم القضية الفلسطينية. خلال الجلسة قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى مصر سيقابل برد حاسم، ولن تتوانى الدولة المصرية عن اتخاذ أي إجراءات لحماية حدودنا، والشعب المصري خرج بالملايين وعبر عن موقفه من مخطط التهجير. السيد رئيس مجلس النواب الموقر والسادة الأعضاء، لقد طرح السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر القاهرة للسلام اللي عقد في أكتوبر الماضي خريطة طريق لحل الأزمة الراهنة. هذه الخريطة مكونة من ثلاث محاور: إدخال المساعدات الإنسانية، التهدئة الأمنية، والمفاوضات السياسية. وأصبحت هذه المخرجات أساس لتوحيد الجهود العربية والدولية من أجل تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. في الوقت نفسه واجهت مصر المخططات الرامية لتوظيف هجوم 7 أكتوبر، إذ أدركت أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط التهجير القسري للفلسطينيين باتجاه سيناء، لتصدير الأزمة لمصر موضع التنفيذ من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع، لتحوله إلى قنبلة بشرية قابلة للانفجار في اتجاه مصر. وإزاء هذا المخطط أعلنت مصر بشكل واضح إن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض، وإن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وإن تصدير الأزمة لمصر هي خط أحمر غير قابل للنقاش. الشعب المصري خرج وعبر بكامل إرادته عن رفضه بشكل قاطع لمخطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية أو غيرها، وذلك لما لهذا المخطط من تداعيات سلبية على الأمن القومي المصري والعربي، ولما يمثله من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية، بل واتساع دائرة الحرب لدول أخرى، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم كله. ودي كانت الرسالة اللي قالها كل المسؤولين في مصر، بدءا من فخامة الرئيس لرئيس الحكومة للوزراء لكل اللي احنا قابلناهم على المستوى الدولي. احذروا، لأن هذا النزاع وامتداده وتوسعه هيطولكم، هيطول العالم كله، مش هيبقى فقط على قد المنطقة. ووقفت مصر حائط صد أمام الدعوات الإسرائيلية والغربية لمخطط التهجير القسري، والتي ظهرت في تصريحات كلكم اتكلمتوا عليها، وكلها كانت تصريحات مرفوضة رفضا قاطعا، واللي احنا كنا بنسمع احيانا انها بتتسرب ويطلع بعد كده تكذيب بصورة او باخرى ان مش مقصود بيها هذا الموضوع بصورة علنية. ومع ذلك خرج مسؤولين وقالوا بصورة واضحة ان لا، هو ده المخطط اللي احنا بنصبو اليه وبنطمح اليه. ولكن من خلال الدبلوماسية والموقف المصري الثابت بهذا الموضوع من اول يوم، تراجعت القوى الدولية عن هذا المقترح، بل تبنت وجهة النظر المصرية. واعتقد حضراتكم لمستم التصريحات الرسمية للعديد من زعماء دول العالم اللي ابتدوا يتبنوا تماما الموقف المصري اللي بدأت مصر كانت بتقول فيه من اول يوم. السادة اعضاء المجلس الموقر، يعني في سياق موضوعنا اللي احنا بصدده وما يتم تداوله من محاولات تهجير القسري لأشقائنا الفلسطينيين من قطاع غزة، هناك عدد من المحددات الأساسية اللي بتحكم الموقف المصري تجاه هذه المسألة، عشان بس ما نبقاش فيه أي جدل ولا حتى تفكير قدام أي حد فيه. أولاً، حماية الأمن القومي المصري، باعتبار أن التهجير القسري إلى سيناء هو أمر يمس السيادة المصرية، وهو أمر مرفوض تماماً. حماية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، لأن أي موجة جديدة من التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم هو بمثابة تصفية للقضية بالقوى المسلحة، خاصة في ظل وجود تيارات سياسية متشددة تسعى لتوظيف ما حدث
يوم 7 أكتوبر لتصفية القضية. حضراتكم قلتوا يعني أحد السادة النواب هنا اتكلم على شيء مهم جدا، قال بيتقال طب ما مصر مستقبلة 9 مليون يعني ضيف زي ما سيادة الرئيس دايما بيقولوا، إيه اللي هيدير مصر إن كمان تبقى معاها 2 مليون؟ لا، الموضوع هنا فرق جوهري. إحنا على مدار الفترة السابقة ولغاية النهاردة والبكرة وللمستقبل، معبر رفح مفتوح وفي الظروف العادية أهلا وسهلا بأهالينا وأشقائنا من الفلسطينيين. لكن قبول مصر بدخول 2 مليون فلسطيني يبقى معناها إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية للأبد، وهو ده أمر مرفوض تماما. الحق النقطة الثالثة، مصر لن تغير موقفها، لم ولن تغير موقفها. اليقين الراسخ للدولة المصرية هو حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية. اسمحوا لي الجزء ده، أرجو إن احنا نعي كل كلمة هتتقال فيه. الدولة المصرية أخذت مجموعة من الإجراءات المهمة منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لوقت أي محاولة للتهجير القسري. أولاً أكدنا على الرفض القاطع والحاسم لأي محاولة، وأكدنا هذا الموقف عشرات المرات على كل المستويات وفي كل المناسبات اللي تمت منذ بدء العدوان، حتى يكون هذا الموقف واضح للجميع ولا لبس فيه وقطع الطريق على أي محاولات للالتفاف على هذا الموقف. ومن هذا المنبر الموقر أؤكد مرة أخرى، مصر ترفض بشكل تام ومطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، وترفض أي وكافة الإجراءات الإسرائيلية لإجبار الفلسطينيين على ذلك، وتعتبر ذلك الأمر تهديد للأراضي والسيادة المصرية. وبناء على هذا فإن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها. وأن مصر وحال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيكون لها رد حاسم وفقاً لأحكام القانون الدولي. مصر موقفها ثابت من احترام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والتزام بنصوصها، ولكن نتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالتصرفات الحالية في قطاع غزة وما قد تشكله من تهديد غير مباشر للدولة المصرية. لقد حذرت مصر مراراً وتكراراً من أن الأمن العالمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأي تطورات تجري في منطقة الشرق الأوسط، وأن أي صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة من شأنها خلق تحديات أمنية عالمية، سواء على مستوى الظواهر الإرهابية أو الهجرة غير القانونية. ولعل التطورات الأخيرة اللي بتشهدها منطقة البحر الأحمر نتيجة لتداعيات الحرب الإسرائيلية في غزة تؤكد ما حذر منه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وحيفتح الباب أمام صراع أوسع نطاقاً وحيجر الإقليم لمزيد من التوتر. ويتعين على أشقائنا الفلسطينيين أن يعوا أن الموقف المصري يخدم بشكل مباشر ضرورة صمودهم على أراضيهم وعدم تركها أبداً. وعلى الشعب المصري ونوابه الموقرين أن يتفهموا حجم الضغوط اللي بتمارس على مصر. وتاني أنا بقولها مش دلوقتي،
ونكثف جميعاً مواقفنا المساندة لإجراءات الدولة المصرية في ملف قطاع غزة والتطورات الجارية هناك واللي ممكن إنها تحصل في المستقبل صوناً لمقدرات الأمن القومي المصري. مصر اتخذت إجراءات أخرى بالتنسيق الكامل مع الدول العربية المعنية والشقيقة وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية، لأن تمرير التهجير القسري من قطاع غزة سيمثل سابقة يمكن تكرارها على الفور في الضفة الغربية. والحقيقة إن تم تحويل الموقف المصري الرافض للتهجير القسري إلى موقف عربي موحد، وهو ما انعكس في بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الغير العادية بالقاهرة يوم 11 أكتوبر الماضي، وبيان القمة العربية الإسلامية التي عقدت في المملكة العربية السعودية بالرياض في 11 نوفمبر. وتنتهز مصر هذه الفرصة للتعبير عن تقديرها للجهود العربية الداعمة للموقف المصري والمتفهمة لخطورة التهجير القسري لأشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم. كلمات واضحة وصريحة للسيد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية اللي انعقدت بالأمس بمجلس النواب، وتأكيد الثوابت المصرية فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة وفيما يتعلق بالرفض التام لأي عملية تهجير أو أي سيناريو لتهجير الفلسطينيين إلى قطاع غزة. صحيح، كمان شرح مفصل هي للموقف المصري بكل أبعاده وبكل تفاصيله، والتأكيد على الثوابت المصرية اللي دائما ما كان يؤكد عليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى بالإشارة دائما للقضية الفلسطينية، وأيضا تحديدا بعد 7 أكتوبر وحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كلمات وثقة قوية واضحة حكيمة ورشيدة وقوية مرة أخرى، يعني بنتابع هذه الكلمات وهذه الجلسة الاستثنائية الحقيقة من مجلس النواب. يعني أعتقد أن الدولة المصرية يا محمد بتنتهج أسلوب مهم جدا، وهو فكرة الشفافية والشرح للمواطنين بمنتهى حتى السلاسة. وده كان مهم امبارح في مشهد في اصطفاف برلماني وسياسي، احنا بنتكلم على ممثلي الشعب المصري، مهم جدا ان ممثلي هذا الشعب يكونوا على وعي بدقة الظرف التاريخي اللي بنمر بيه المنطقة بشكل عام، وكمان الحديث انه رسائل للداخل وللخارج، وكانت رسائل واضحة وقوية جدا انه مصر لن تقبل ولن تتوانى وسترد رد حاسم، اختيار حتى المفردات في خطاب السيد رئيس مجلس الوزراء اذا ما حدث هذا النزوح القسري او التهجير القسري.